بزاف على الموطاسيون مع الاسف كتمشي عند البيت كتخرجي الضوء ما كيخليكش معاه كومبليمون حتى في الارض اللي دابا دير ليه الموضه تمشي عند الضوء كيخرجي الضوء وعطيك معاه كومبليمون علاش باش داك ممكن من الغذائي يهز الضربة على اللوزيفي ديال الضوء شكون اللي يهز الضربة ديال الضوء الو ودابا هل ينظم غير كنتمنى ان يكون عطيفا عندك واحد الكفاءه عاليه في علم التغذيه وكنعرف انا من علم التغذيه هو العاصي في العلاج بالنسبه لاسبيرولين على حسب الشركه راه كاين كتستنطق في المغرب على المقادير وفي بلايص اخرى ولكن على حسب الجوده كلها بالنسبه للشركه ديالي واحد الجوده هي عاليه بزاف كاين ناس يستعملوا ديال بارافارماسيو شي بلايص اخرين لاقوش الراحه ديالهم عليها ولكن بالنسبه لدي اس كي بحكم ان عندها سيرتيفي ايزو ودخلت في جمعيه كيمسار مع الامارات المتحده في مشروع الجمعوي بديلة انه محاربه يعني محاربه الاطفال اللي عندهم محاربه التغذيه بالنسبه للاطفال اللي عندهم المعرض كيعانيو من الجوع افريقيا دخل في المشروع الجمعوي مع الامارات كيمسار ديال الامسان فلاتيرو غادي نطلع لكم هاد الفورماسيون على جهه كيمسار معروفه ديس ان بارمي دخل في هذا البروجي مع دولة الامارات كعمل جمعوي وبالنسبه لروسبيرولين واحد الجودة اللي عالية بزاف وعندنا معاها تجارب بنات الحمد لله شحال من واحد استعملها كما فقط ما بقاش شحال من تعود عنده الحديد يعني انا شخصيا كنكونسوميها يوميا كنعطيها لما يجي كتلقى لها كنصيفطها لها ايريكس قبل ما تلقى لها كنصيفطها لها دونك كاين الناس اللي نحاولوا نشرحوا لهم بطريقه اللي هي اللي علمية راه كلوروفيل وكلوروفيل هو الذهب الاخضر كلوروفيل سي الذهب الاخضر دونك راه سبيرولين ايوا الاطفال الرضع كاع خاصة في دي فيديو عندنا في دي اس ان كاين قصة اللي كيديروا في الرضاعة وكيعطوها لولادهم كيعطوها الرضع كيشرب راسو بيغولي سبحان الله عالي جدا كذا على الرضع المناعة كتكون قوية يعني ما غيبقاش مازال الاباء يمشيو للفارماسي يشري السيرو يشري هادي يشري هادي يشري هادي وكيعطيهم بزاف ديال الادوية دونك راسو بيغولي نعطيوها للاطفال ديالنا وخصوصا حتى حنايا باش على الاقل في المعادن اللي كنعملو والكويت بدا كيفاش كنحتاجوها راه ما كنجيبوهاش من غير الكلام يوميا كل على يقين في القضيه ديالي الا كل كلشي ولا مشكو دونك مادام كاين راس كومون نحاولو على الاقل على الاقل الانسان يخس الصحه والدار ديالو يرد مع الصلاه يكون الحبيبات بحال يكون الزور الكاع ولا اللوز ولا شي حاجه عادي جدا ويتلقاوش العلبه ويخرج يدوز لا جورني ديالو امبيكابل يعني هذه هي التجربه الشخصيه اللي نقول لكم هذه هذه وعاد لي فون كيف يستعملها في مواد التجميل عندها في البودر وعندها في الكابسول وعندها في الصبيع وقص في علاقه على العلاج وكاين شي دي برودوي باش تتقداو تعدو اي واحد سواء الامعاء المجموعه ولا السكن ديال العلاج كيما حاليا كاين مركز في طنجه وكاين مركز في اكادير يعني فاش كاين شكون واحد جوج ديال الاعضاء بحال هذي هما اللي فاتحين في مركز في اكادير وكاين ناس اخرين وعندهم اداء يومي الشركه بحال تكون ميزان عندهم دونك في الريسكال تاع عمر 20 درهم الشركه تبيع السيدي السندر بواحد الثمن ما يقل من 80 درهم فاش كنجي انا نايع على عروض ونجي من السيدي السندر باش كاين 80 درهم ولكن ولا ما يبقى مرتبه ديال 20 درهم هذا ابار الارباح اللي غادي تجي لك مثلا ديك المجموعه ديالو وخدام وعندهم ست ديال الناس كيسولوني شكون ولاد المسجد كيعاودوا يشجعوا وكيستافدوا ماشي فقط يبيع يعني شي حاجه صافي كيدخل في الباخر يعني بزاف كل واحد الشباب كامل هذه نقطه استثنائيه اللي كاينه فقط في الديتو ديال الشركات الاخرين كامل معروف هنا اي واحد دارو راه غادي يكثر المشروع ديالو يعني عالي جدا ونتمنى على جوج واحد يتطوع في المعمل صحته وتفتح مدينه العلاج علاش قلت لكم كل مستقله على هذا علاش لا هو غير واحد بزاف ديال الحوايج يعني بالنسبه اجرت مع الله سبحانه وتعالى يعني جابوا قدام دخلوا لهم العلاج وحاجه اخرى هو انه يزيد في الناحيه الاجتماعيه من الناحيه الماديه من الناحيه الصحيه وبالتالي الامور اللي يزيد في الانسان وحده هو كلها بالنسبه عليه اش كان الامور بعد ليس كاين في الابارتمون خدي واحد لاكسبسيون في الكونتور صغير الشركه هما اللي كاينين في الفورماسيون في السيستم باش كتدخل لكم النقاط كيفاش تدخل بالنسبه للمنتوجات وهذا وكتشوف عندك واحد القاعه صغيره فيها مثلا 20 واحد والو تكون كراسه باش تشوف الناس اللي جاو تكون واحد بحال هكا ايكرون باش الناس اللي جاو مثلا باش يستافدوا من لي فورماسيون كيداروا اللي في السونتر باش اي واحد جا يشري المنتجات وممكن تكون واحد القاعه كيديروا فيها مثلا لقاءات سواء يوميه او اسبوعيه عادي جدا
احنا مش شي مصطلحات يا مبارك.